عليك انت؟ انا بالاقل عندي رجل تاع اليسرى معوقه زايد راك تسمى عندي ناقصه على اختها اليمنى ناقصه واحد زوج سنتيم ملي صدع كان هذا اللي راني معوق كيما هكا بهذه الرجل اليسرى صح. والاعاقه الرجل اليسرى يعني مدة تاريخها تستعمل على حساب واش راني شفت تستعمل الحذاء واه هو الحذاء نضمهم كيما نشوفوا انا نستعمل الحذاء ولا الحذاء هذا خاص بالوظف هذا ولا لا خاص بالديوان هذا نتاع الديوان اعضاء الورق اعضاء الاستراحية هذو تاع الشهر هذا حادث ولا مرض نتاع السكر مرض السكر ودرت لامبيتاسيون كيما نقول لامبيتاسيون داروا لي لامبيتاسيون وبسبيطار قلت لي هذا المرسل اللي راح تشوفها واش راه انتي ولا الاعاقه هذه وين جاتك كاين زعما شويه على هذه الاعاقه جاتني كي كنت من 13 ل 14 جاتني هذه الاعاقه وهذا المرض مرض السرطان جاني مشيت للسبيطار تاع وهران تماك انقطع سجلي وليت معوقه صح. وهاد التجهيزات اللي راكي ديري واش شحال زعما التجهيزات اللي راك ديري هادي درتيهم في وهران ولا في بشار؟ درتهم في بشار هاد الاجهزه في الاجهزه في المنطقه بشار صح. هذا الرجل هادي اللي عملها هاد البروتوز اللي راك ديرها واش تساعدك في في الحياه اليوميه تاعك؟ واه تساعدني في الحياه اليوميه. وراك تمشي للدراسه واش مسنى راك في قرايتك؟ راني نقرا اولى متوسط متوسط هادي راكي تستعمليها ولا راكي تستعمليها؟ مانيش نستعملها ثقيلة عليا وثاني كاف ما كانتش نتمشى بها في ساكات طوالي وهنايا اللي زعما كنطيح منها بزاف صح. ومنين ديريها واش زعما انت راكي زعما باغية فيها شوية تغييرات واش راكي باغية فيها؟ هادي شوية قاصحة عليا وندار هنايا وثاني هنايا هاكا في ساكات طوالي ونطيح منها ايوا ومين ديري البروتيز واش ديري العصي هما الزوج ولا غير البروتيز حنا؟ ندير غير عصي وحده. غير عصي وحده. معناها هذه المرة ما تستعمليها هذه الجهة. مانيش نستعملها. على هذه المرة كي تقولي قاصحة و قاصحة وثانيك ثقيلة. ثقيلة. صح والإشكال تاع العصي كاين شي مشكلة في العصي زعما راكي ديريها مثلا ملي تستعملي العصي هذوك هما الزوج. وما كان حتى مشكل زعما تعيش شوية في العصي. فاش هنايا في هادو هاد لي زون هو من البوش كيما نقولوا واش هي المشكله تاعك؟ كي تنقراو لي في الساعه والاخر يقعد خارج لي داك هذا كيضرب لي فيها